بسم الله الرحمن الرحيم من اقسام الصيام الواجب صيام الولد الاكبر عن ابيه طبعا والصلاه ايضا هناك راي في الفقه انه يجب القضاء حتى عن الام للاب فقط لكن عده من فقهائنا ومنهم السيدان الخوئي والسيستاني يخصصان القضاء بالاب <applause> ثم هناك ايضا راي في الفقه وهو وجوب قضاء كل صيام وصلاة فاتل فاتت الأب ولو عن تعمد الأب كان ما يصلي ما يصوم عمدا كثير من الفقهاء قالوا أيضا يقضى يجب على الولد الأكبر أن يقضي لكن السيد السيستاني قايل لا ما فات الاب لا عن عمد فاته لعذر يعني شلون فاته لعذر مثلا الاب كان مسافر فتره شهر رمضان ما صام او ما قضى لاسباب لكن الصيام فاته بسبب السفر مثلا كان مريضا وما صام في مثل هذه الحاله الولد الاكبر يقضي عنه اما اذا كان الاب معاندا لا يصوم السيد قايل لا يجب على الولد الاكبر القضاء كذلك هناك كلام في الفقه هو انه لو كان الولد الاكبر غير بالغ حين وفاه ابيه الاب مات وهذا الولد عمره خمس سنوات عنده ولد عمره خمس سنوات بعدين كبر الولد صار رجلا هل يقضي كثير من الفقهاء قايلين نعم خلص هذا هو الولد الاكبر ولو كان صغيرا لكن هنا ايضا السيد السيستاني يقول لا يجب لا بد ان يكون الولد بالغا حين موت الاب هناك قضيه ثالثه وهي انه هل هناك بديل عن الصيام فرضنا الولد الأكبر ما له خلق يصوم زحمة عليه في حل أخر أكثر العلماء قايلين لا ما في حل أخر لازم يصوم أو يستأجر من يصوم السيد السيستاني قايل يكفيه أن يعطي عن كل يوم مدا من الطعام يحسب الايام التي فاتت اباه من صيام ثم يعطي عن كل يوم مدا من الطعام للفقير وهذا يجزيه من اقسام الصيام الواجب صيام القضاء احنا مو قاعدين نعدد الصيام الواجب البارحه ذكرنا صيام شهر رمضان صيام الكفارات صيام الولد الاكبر عن ابيه من الصيام الواجب صيام القضاء القران الكريم هم يذكر فمن كان منكم مريضا او على سفر فعده من ايام اخر المريض والمسافر لا يصومان لكن يجب عليهما ان يقضيا هذا الصيام، أو رب شخص ترك الصيام متعمدا فترة من الزمن، الآن تاب وندم، يقول شنو أسوي؟ أولا تستغفر، تتوب إلى الله عز وجل، وعليك كفارة، وفوق هذا عليه أن يقضي ما فاته من الصيام. ما لحق أو الآن هو كبير في السن ما يقدر يوصي يكتب وصية أنه بعد وفاتي تستأجرون عني صياما كذا مقدارا من الصيام الواجب صيام عشرة أيام بدل هدي التمتع اللي يحج حج تمتع هذا الحج اللي احنا نسويه عادة عمر التمتع وحج تمتع. عليه ان يذبح هديا يوم العيد فمن تمتع بالعمره الى الحج فما استيسر من الهدي القران الكريم يقول. زين اذا ما عنده فمن لم يجد ايضا في القران. فصيام ثلاثه ايام في الحج وسبعه اذا رجعتم تلك عشره كامله لم يجد يعني ماذا قد لا يجد الهدي قد لا يجد ثمن الهدي مره اموال ما عنده فقير راح يعني راح هناك للحج وفرضهم الفقير قد واحد يقول الفقير هو مو مستطيع ليش يحج كان عنده كم دينار وسرقته هناك مثلا او لا رايح حج تمتع استحبابي وما عنده ثمن ثمن الهدي يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع وقد لا يجد نفس الهدي عند أموال لكن ما حصلت ذبيحه لسبب ما من الاسباب هذا ما يصوم وانما يودع الثمن عند شخص هناك في مكه ويرجع هو الى بلده ويقول لهذا الشخص متى ما استطعت ان تجد هديا اذبحه عني طبعا في شهر ذي الحجه لأن يعني إذا انتهى شهر ذي الحجة خلص الحج أشهر معلومات يتأخر الهدي إلى السنة اللاحقة إلى أشهر الحج في السنة اللاحقة إذا فمن لم يجد المقصود لم يجد ثمن الهدي مو لم يجد الهدي نفسه من الصيام الواجب الصيام الملتزم بنذر او عهد او يمين او اجاره او شرط في ضمن عقد احيانا هو الانسان يلزم نفسه بصيام ينذر مثلا ينذر ان يصوم لله عز وجل اما نذرا مطلقه ودي يصوم بايام شهر رجب لكن يتثاقل فيريد يلزم نفسه ينذر هو مو واجب واحد يصوم شهر رجب مستحب وارد هناك عده روايات وردت في استحباب صيام شهر رجب فالحين واحد يحب يصوم شهر رجب لكن نفسه ما طاوعه ما له خلق فيقوم ينذر ينذر ان يصوم حتى يلزم نفسه يجوز يجوز صار واجب عليه او عنده حاجه يريد الله عز وجل يقضيها يقضيها له فينذر ان يصوم وقضيت حاجته لازم يصوم نذر يمين حلف عهد او لا في ضمن عقد استأجره كثير من الناس يوصون انه بعد وفاتهم يسووا لهم صلاه صيام فيجون يشوفونهم واحد يتفقون وياه يعطوه مبلغا من المال على ان يصوم او يصلي هذا اجير عقد عقد هذا عقد اجاره والقران الكريم يقول يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود خلص صار واجب عليه ان يفي يصلي اذا استاجروه للصلاه يصوم اذا استاجروه للصيام اذا هذه مجموعه من اقسام الصيام الواجب البقيه تاتينا ان شاء الله